يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل يصلي ومر بين يديه رجل فمنعه. نعم. رجل يصلي فمر بين يديه رجل آخر فمنعه لكنه مر، هل تبطل صلاته بذلك؟ لا، ما تبطل صلاته، لكن المار يأثم، المار عليه إثم عظيم، والمصلي ليس عليه شيء لأنه منعه ولكنه غلبه مر، فالإثم على المار. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. نعم.